أوائل صيف 1949، مشروع التطهير العرقي في فلسطين يكاد يشارف على الاكتمال. أكمل الصهاينة تطهير النقب وبئر السبع، ولم يتبقى أمامهم سوى بعض القبائل البدوية المنتشرة على الحدود بين السبع والخليل، تل عراد، الحديبة، وقبر محمد، حيث ينتشر عرب الجهالين هي هدف العصابات الصهيونية، وهؤلاء سيتم اقتلاعهم أيضا على مراحل بالتنكيل والقتل والتدمير والمطاردة. والله جو العيشة كان كويس، والله يصلح من الحين. عندنا دي بقينا في بيوت شعر، وعندنا حلال بنعيش منه، ونزرع في الأرض قمح وشعير وبيارة نشرب منها المي، عايشين أحسن عيشة وبن متريح. جو علينا عاد اليهود وطاروا على العالم يقتلوا فيها ويذبحوا فيها، وهجي جو النبي يشوف العالم يقتلوا ياخذوا الحلال يكسبوه ياخذوه. بيحرقوا فعلا، انهم يحرقوا بيوت وبيقتلوا ناس كثير يوم يطبوا فيهم. الله لا يبلى، كان ربنا ودي ملص. رحنا من هناك، صرنا عاد نتخزن يا الاخو، نتخزن هيك وهيك، ما وتخزن ما جابش. كيف تتخزن يعني؟ يعني مثلا نشوف ارض مطمنة يعني تكون وعر شوية ونحط فيها، هم يظلوا حوش وطيارات في الجو يكشفن الناس. يجوا الناس يقوم يضربوا ويقولوا في المحل الفلاني زي ما تقول عرب، يروح الجيش عليه رح فيها طخ. انا ابيت لحم جاي على الاراضي هذي، وعشنا فيها فتره وقت، ومن هناك على الخان الاحمر، منطقه الخان الاحمر قبل الحرب انها كانت كويسه، منطقه وسيعه فيها رعيه كثيره وفيها مي وجاد، وبقينا عايشين البدو اللي فيها عيشه كويسه. وظلت عادة ما جت حرب اليوم الست، والله حرب اليوم الست قام يضيق البلاد عنا. حرب اليوم الست هناك، والطيارات هاجمت هناك على الجبل هذا، هناك الناس هربت ونزلت الطيارة هناك، واخذت اثنين من جماعتنا طلعوهم جوا الطيارة، ولا تقسمت ولا في ناس في عمها شرق الأردن. أنا مشتهت. احنا عادة بنحكي عن النكبة كأنها حدثت كلها في 48، الحقيقة هي لم تبدأ في 48 ولم تنتهي في 48. طبعا شراء الأراضي وطرد عدد من القرى قد يصل لحوالي 60 أو 70 قرية حصلت كلها ما قبل 48. 48 هي أوج الاقتلاع، ما تبع ذلك هو اللي بيسموه عادة هم التنظيف، مرحلة التنظيف، يعني استكمال ما كانوا يحاولوا يعملوه. مثلا عدد كبير من القبائل البدوية طرد أهلها فيما بعد قريبة من الحدود. كان والدي يذكر لي يعني يشرح لي عن تل عراد وعن أراضيهم وعن السهول وعن حياتهم في هذه المناطق. أنا مواليد المناطق هاي، مناطق اللي ما يسمى اليوم بالضفة الغربية، وكنا إحنا نسكن في هذه المنطقة وكنا نزرع هذه الأرض واللي قبالنا هذيك
والقبالة المستعمرة كان والدي يزرعها قمح. هذا البير من ضمن هذا الأرض، هذه الأرض هي من أراضي أهل عناتة، كانت مرهونة مع رحمة والدي. في 72 أعاد أبوي ترميم هذا البير وعملنا القناة والجورة هاي اللي هي كانت مصفات المية. وهذا اسمي أثناء فترة الطفولة أو الشباب، والتاريخ يشهد على هذا الحكي. بلشوا الاحتلال من 67 بعد الحرب مباشرة، كان في البداية مناطق عسكرية مغلقة بحجة أنه هذه مناطق تدريب للجيش وحدود، فيبعدوا الناس شوي شوي. بعد فترة بعد المناطق العسكرية المغلقة صار عندنا المستعمرات، صاروا يبعدوا الناس أكثر، اللي ما يرد عليهم يصادروا غنماته يأخذون على منطقة الكارنتينا اللي كانت في بير السبع، تدفع حق أجار السيارات وبدعوا أنه أعلاف بطعموهن والتطعيم كلهم تدفعهن المواطن، يعني كانك تشتري غنماتك من أول جديد. فكل مرة كان يطلع إنه بشغلة. وبيخلقوا وضع اللي بصير حسب تعريفهم يتطلب طرد الفلسطينيين. منتصف السبعينات بدأت سياسة الاحتلال اتجاه عرب الجهالين تتخذ منحا جديدا يقوم على هدم مضاربهم وترحيلهم ودفعهم نحو القرى والبلدات القريبة منهم. وتزامن ذلك مع خروج المخطط الاستيطاني المعدي للقدس إلى حيز التنفيذ. بنوا معسكرات، أغلقوا مناطق، فبلشوا يرحلوا في الناس من هناك. طبعا الناس ما كانت تعرف لا محاكم ولا شيء، كان يجي يجيبها الجيش في مجموعة من الجنود ويقول له مثلا معك يوم يومين بديش أشوفك هون أرحل، يربط الخيمة بالحبل في الجيب ويسحبه. هو خيمة إيش بدأ هذا اللي تملكه، طلعت من فلسطين تملك خيمة، مزعها الجيب ظلتك في الحراء أنت ولادك. يعني يجي زي ما ذكرتك الجيش ويرحلهم. في ناس استمر في الصراع معهم، انقسمت الناس إلى قسمين، قسم صار جنوب مع اليادومي اللي هو خلينا نقول الوجه الشرقي لأبو ديس والعزرية، والقسم الثاني اللي هو صار يعني الشارع قسمه للجهة الشمالية. فإحنا انتقلنا من هذيك المناطق إلى مناطق اللي هي بيت حنينة، النبي صموئيل، بيت إكسالجيب، المناطق هذه وسكننا فيها. إعادة انتشار عرب الجهالين حول القدس بهذه الصورة لم يخدم هدف الصهاينة لما يرونه عاصمتهم الأبدية، لذلك كان لابد من ملاحقتهم واقتلاعهم مرة تلو الأخرى حتى يتحقق الهدف. لأنه في منطقة القدس وبدهم مش بدهم يخففوا عدد العرب في منطقة القدس بكل الطرق الممكنة اللي عم تستعمل على سكان القدس القديمة، أيضا التخلص بأعداد كبيرة منهم. بس يعني مش لا تنطبق على القدس فقط، وإنما وجود أساسا وجود عرب، أي عربي هو غير مرغوب بوجوده بغض النظر عن وين موجود. سلام، سلام، بيس. السلام عند الله. هو ظل بدهم بلاد ما ودهم موادهم، ما ودهم ناس من مرة، وما اللي يسوي مستوطنات وهيو بيسوي جدارات وبيرحل في العالم وهد طورهم عروسهم، هذا بدي السلام؟ لا ما في سلام. شوف أقول لك إنه الخطأ اللي ارتكبوه أخوتنا لما فاوضوا في وصلوا إنه قسموا المناطق ألف وباء وجيم أو A وB وC، وC اللي هي المناطق الفاضية. فلما سي تبقى معهم، سي من الموجود فيها؟ الجماعة البدو. إذا إحنا خلصنا من البدو ظلت سي مع الجماعة، هل يعقل أن إسرائيل بدها ترحل من الشريعة وتعطي تسوي دولة؟ 7 سنين قاعدوا مع موسى يفوضوا على بقرة، شو لونه وشي؟ فأنت على أرض بدهم 70 سنة فوضوكم إسرائيل نعطوكش. بعد توقيع اتفاقية أوسلو مباشرة، قررت قوات الاحتلال ترحيل 3 تجمعات من عرب الجهالين يسكنون عند أطراف مستوطنتي معالي أدوميم وكيدار. Thank you.
هدموا جميع التجمع السكني، ما خلوا ولا شيء، ولا شيء مشى على الأرض، حتى خزانات المي اللي بنسقي الأولاد منها صدروها. إحنا ما رحلنا، توجهنا للمحكمة، صمدنا 14 يوم بدون فراش وبدون غطاء وبدون أكل وبدون مية. توجهنا للمحكمة وحطينا محامي وجبنا أمر احترازي إن نبقى في المنطقة. الأمر احترازي حسب القانون أشك إنه له مدة، والمدة حتى انتهت، لأنه إن من 97 لليوم في يعني أكثر من 10 سنوات. فالآن إحنا يعني كل ما بتيجي سيارة كل يعني متحسسين وخايفين كثير على وضعنا. إحنا في 98 كنا مجموعة كبيرة عند 07 آخر معالي دمين، بدهم لقيت بدهم يوسعوا المستعمرة معالي دمين. أجوا في 18/2 وكانت أول الشتوية، واجوا من دون أي انذار. أجتنا قوة كبيرة من المخابرات ومن شرطة ومن حرس حدود ومن جميع من والله قوتنا ضاربة معهم، والطيارة بتلب منا فوق والله عجن أكثر من 12 دبابة جرافة، وهدوا إنا للساعة 2 وهم يهدوا إشي والله طموه تحت الأرض، إشي كبوه إنا على محل النفايات، إشي حطوه على الجبل. قالوا يا مختار استلموا عدا حويجكم. في الليل توصلنا الرحمة أبو عمار الله يرحمه، التقينا فيه في ريحة. أي سنة؟ سنة 98. نعم قلنا احنا هدوا انه هيك هيك. أمر صرف خيام، قال قديش انك كم عائلة عندك؟ قلت عندي 35 عائلة. أمر صرف خيام ب 35 عائلة بنيناهن في الليل. وين بناتوهن؟ محلنا، محل ما هدونا بدنا نساوي فيهن. الساعة 1:30 وانا جاية قوة كاملة بالليل، الساعة 1:30 واحدة في النهار ثاني يوم هذا لموا خيام وصدروهن، اعتقلوني أنا وثلاثة معي. قديمة قديمة قالوا سوينا لكم مشروع، قلنا مشروع ما احنا معترفين فيه، ما احنا معترفين فيه، يا ترجعونا على تل عراد يا تعطونا أراضي اللي بنعيش فيها احنا وحلالنا. ما رضيوا، سووا المشروع هذا ونزلوا الناس غصبا عنهم ودمروا الناس وعدوا الناس. أقيم التجمع على أراض تعود لأهالي أبو ديس، وتشكل ما تبقى من أراضيهم بعد أن نهب الاحتلال الجزء الأكبر منها. في قرار إسرائيلي صدر قبل سنتين بتوطين ما مجموعه 25,000 بدوي. احنا بنحكي عن تجمع يبلغ ضعف مجموع عدد سكان أبو ديس. فالتوسع راح يتم مرة ثانية باتجاه الغرب، باتجاه أهل أبو ديس، وما يتضمن ذلك من مشاكل اجتماعية وديمغرافية على المنطقة. والله غصبا عنا، والله وطحتنا على السلطة. قلت لهم إذا في أرض من السلطة بتعطونا إياها، أعطونا إياها. هلقيت ما في عندنا خيار إلا الجبل. قال صاحب رقات إذا أوعد وعطيت عاد الاتفاق وافقوا السلطة، وإحنا غصبا عنا وافقنا. ما يعني ما في خيار. احنا والله لا من العزرية والله ولا من ابو ديس. ما رئيس قال لك اللي يزيك على المرة اللي امر مني. احنا معترفين عرب الجاهلين، معترفين. ما رنسير مخيم سمعنا او سمعنا قرية، القرية دولنا في بلادنا وبنينا في بلادنا، والكل فرضة يبني. بنعتز انها قرية بس مين هو بلادنا غصبا عنا. اخذوني على منطقة في جبل في ابو ديس، هذا جبل قريب للبلد، وتعرف يعني قالوا هان انتو كويس مشانكم، نسوي لكم مدرسة وبنشتغل معكم، نسوي لكم بيوت وبتعيشوا وكهرباء ومية، اغراءات يعني زي. فهذا المكان كان جنب مكب النفايات، يعني خطر كثير على السكن. اثنين احنا بن يعني ما يعني يعني ناس ومجموعات لما نروح من هون نرحل على ابو ديس يعني صعب عليهم كمان ناخذ تالي الارض اللي هم اللي هي عندهم. فرفضنا، قلنا لهم احنا بدنا نضل في منطقتنا، او اذا بدكم ترحلونا من منطقتنا ولا بد يعني وبالقوه شوفوا لنا محل يكون باتجاه الشرق، لا اتجاه غرب
احنا ما بنروح ليش يعني؟ انت بتعرف يعني احنا ما بنقدر كمان نروح على ارض الناس، وعندنا حيوانات وعندنا زراعه وبدنا نزرع وبدنا نحرث وبدنا نقنا غنم، كيف نسكن فيها في جنب ابو ديس؟ بعدين ارض اهلنا يعني، بدنا نرحل من هون من ارض اهلنا ونروح للارض الاقرب. اذا بدي احسن حياتي ما يضيقني في ارض، انا بحسن حياتي لحالي، ما بدي واحد يحسن لحالي. عمال الجدار هاي وبيبنوا فيه شرقنا حوالي 3 كيلو منه شرقا الجدار، وبيحيط في المنطقة كل المراعي اللي احنا فيها الجدار عم بيحيط فيها، يعني قشة تقسم ظهر البعير. والله ما بعلم يقولوا نسوي جدار، قال هنا يعني ما بعلم، نقول يطعون الجبل هراك، يقول هراك بدهم يسوي منتزة. شوفنا شقف ترطعون يا هلا، روح وين روح؟ يقول روح حرام الله. إنه القضية هي محاولة تجميع الفلسطينيين في أضيق بقعة ممكنة من الأرض في النهاية، سواء اللي وراء الجدار أو اللي موزعين في أي مناطق في الغور وما شابه. توقعاتي بأنه سيحدث نقلهم وتجميعهم، بتصير حرفيا مخيمات، خلينا نقول concentration camp. شو معنى concentration؟ انك تجمعين تكفيهن على بعض، يعني هذا موجود في منطقة الصهيونية. يعني هي الشغلة الوحيدة هي المدرسة، بدون المدرسة تعرف يعني ما عندنا ولا شيء، لا عيادة الأطفال ولا حتى لما يمرض واحد كنا نحمله من هون، يمكن مات معنا 2 أولاد في الطريق، كان عندهم الزايدة انفجرت في الطريق، يعني لا في سيارة إسعاف ولا في شيء يصنف، مرات بيكون صعب علينا خاصة في الشتاء في الطريق، لأنه إذا كان نازل السيل في جسر، أنت شفت عبرت منه جسر كبير وبينزل منه المي والطين والمطر كله، فصعب علينا نطلع، فمات معنا طفلين صبتهم ازاي؟ ما في تسويق، ما في تسويق. الان مع التسكير ما في. كان سوق مدينه القدس هو السوق الرئيسي. لانه احنا نسكن حول القدس. واليوم انت صلاه ما تقدر تروح تصلي بالقدس. كيف بدك تحمل تنك الجبنه تروح تبيعها بالقدس؟ او تحمل كيس لبن تروح تبيعها بالقدس؟ خساره في خساره في خساره. في تراجع رهيب جدا، لا يعني ما تتخيل انت، ما تتخيل يعني الخساره اللي الناس فيها. رغم حلكة حياتهم التي يعيشون، تبقى عيونهم وأذهانهم تلوح صوبة لعراض أرضهم، بلدهم، حيث تصان كرامتهم. صح لي وارجع عراض وتنحل، وقل ارجع اني انا واحد ناس لحمل وارجع عراض. انا اخي واحد يدشر وطنه، ما حد يدشر وطنه. والله يا ريت الشد، لا يا ريت والله بكون اني مبسوط. يا ريت والله طلع راد، ما خليها على الله. شو بتتمنى؟ كل انسان يرجع لبيته الاصلي، وان يرفع الظلم. الظلم زاد في مناطقنا وزاد وتعدى حدوده، ولكن فلسطين الفساد يستمر، لكن الظلم لا يستمر فيه. هي البلد الوحيد للظلم لن يستمر فيه، وإن شاء الله الفرج قريب. الدنيا للحالك ولد فيها،
ودك من تصادق ولد فيها يا الدنيا ليل حالك ولد فيها قلبي ولد خذي